بسم الله. السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير على خير، وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. فمن خلال هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم باللي غنفتتحوا واحد السلسله جديده. هذه السلسله اللي انا بصراحه ما عرفش واش غتلقى النجاح او لا، فانا الاخوان قررت ندير واحد السلسله بهذا البوزيسيون انني نعاودها لكم. ما عرفتش الا كانت شي حاجه غادي تقولوها ليا او لا، شي اقتراح تزيدوه انا كنتسنى فيه. هاد السلسله الاخوان غادي نديرو سلسله ديال المفقودين، قصص حقيقيه لاناس تم اختطاف ديالهم، قصص حقيقيه وواقعيه حدثت. فالاخوان شنو بان لكم فهاد الطريقه هي اللي نعاودو بها القصص، او ليلى عندكم شي اقتراح اخر تقولوه ليا؟ فانا حاولت ما امكن انني ندير الخلفيه ديال الفيديو تكون مظلمه نوعا ما، تكون شاعله غير بوله وحده اللي هي هذيك، وما بغيتش يكون اضاءه كبيره. ما حدنا غادي ندويو على قصص مفقودين، اذا غتكون ماساه، غيكون رعب. فحاولت انني نخلي الفيديو ما امكن يكون حتى هو مرعب، وحتى انا شوفوني بحال شخصيه اخرى، شخصيه اللي نقدر نقول بها ميله الى الرعب. فخليوا لي الاراء ديالكم على هاد السلسلة والطريقة اللي غتصور بها. كان معكم خوكم أشرف من قناة بعد، إن شاء الله حتى الفيديو جديد.